أكيد طبعا مجموعة من الأكلات كتير من المصريين ما يعرفوش عنها، ونتمنى أن الفترة الجاية يبقى من وسط السياحة العربية أن احنا نقدم مهرجانات للأكلات العربية لكل دولة، لأن المصريين أكيد زهقوا من أكلهم الطبيعي، صح؟ يعني زهقوا وفي نفس الوقت عايزين يحافظوا على هويتهم، وللأسف هي بتبقى العملية متشابكة شوية يا حسام. خلينا ننقل لصاحبة الجلالة، الصحافة، المرآة اللي بتعكس الأحداث اللي بنتكلم فيها كلها، بتتناولها سواء بالمتابعة التقليدية أو بالآراء اللي بتكون موجودة في آراء الصحفيين الموجودين في بلاط صاحبة الجلالة، وأكثر من موضوع بالتأكيد وأكثر من عنوان هنتوقف معاه في هذه الجولة الصحفية، وبصحبتنا الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. هنبدأ من الأهرام وعنوان توحيد الضرائب على الدخل بحد أقصى 22.5% و2200 شخصية دولية ومحلية تشارك في مؤتمر شرم الشيخ. طبعا عندنا شقين، فكرة توحيد الضرائب، وأكيد المحرر لما ربطها بحضور شرم الشيخ يبقى الضرائب دي بشكل ما هتأثر على المؤتمر الاقتصادي العام. خلينا نتكلمنا الأول عن الضرائب. يعني هو أنا مش خبير قوي في موضوع الضرائب، إنما في النهاية هي جزء من منظومة اقتصادية تتيح بيئة آمنة للاستثمار في مصر. رأس المال دايما بيبحث عن أقصى قدر ممكن من الربح، أقصى قدر ممكن من الأمان، أقصى قدر ممكن من المعاملة المتكاملة والمتناسقة. أتصور أنه قضية الضرائب لا تمس المواطن المصري وحده، وإنما تمس أيضا المستثمر الذي سوف يأتي ليستثمر في مصر. أتصور أن قانون الاستثمار الذي ينتظره الجميع ويحاول أن يفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر بات ضرورة استراتيجية، ما عادش مجرد يعني خيار عادي، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية. دلوقتي المستثمر لما بيجي في أي دولة في العالم بيجي بيحط فلوسه وعايز يكسب ويمشي، مش عايز يعامل معاملة. هنا للأسف الشديد في مصر معوقات شديدة جدا للاستثمار، أهمها مسألة جزء منها ازدواج ضريبي، جزء منها طريقة حساب الضريبة، جزء منها عدم وجود بيئة مواتية استثمارية لرأس جزء منها بيروقراطية وأداء حقوق. للأسف 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 يعني الكثير من رؤوس الأموال بالفعل تحتاج إلى الحضور لمصر. خلينا ننوع، يعني مش بالضرورة يبقى استثمار من الدولة الفلانية والدولة الفلانية. في دول كتيرة جدا محتاج فيها رجال أعمال كبار وفيها مستثمرين كبار بتستقطبهم دول تانية. يعني أديك نموذج بسيط، الأردن مثلا لما حصلت أزمة العراق استقطبت كل رأس المال العراقي. الأردن اللي قبل 2006 وشوفها دلوقتي بقى شكلها ايه، لانها قدرت توفر بيئه مواتيه لرجل الاعمال انه يجي بفلوسه كلها ويعيش كمان في البلد. تعال شوف هنا في مصر مثلا، شوف العراقيين بيعاملوا ازاي، وشوف رجل الاعمال العراقي. يعني انا ليا اصدقاء رجال اعمال عراقيين كتير جدا عايزين يجوا يستثمروا في مصر. تخيل مشكلته انه مش قادر ياخد فيزا مثلا، فيزا لمجرد الدخول، في حين انها متاحه لشركات سياحه ومتاحه لناس بتقبض طيب فلوس خارج الدوله. المشكله نتيجه غياب تشريعات يا استاذ محمود، ولا هي موجوده ولكنها لا تفعل؟ احنا دلوقتي عايزين بنتكلم ان المفروض لازم يكون في اجراءات تحفيزيه، لازم تبدد مخاوف المستثمرين. تمام. لان كرغبه هي رغبه موجوده عندهم. تمام. ان هم يستثمروا في مصر، لان مصر بالنسبه لهم ارض مغريه بالتأكيد للاستثمار فيها. بالتأكيد. شوفي هم المستثمرين، المستثمرين فئتين. فئه بتنظر الى الاستقرار السياسي وبتقول انه ما اقدرش انا احط دولار واحد في بلد ما فيهاش استقرار سياسي، واحنا حتى الان لم نكمل خريطه الطريق وان كنا قطعنا خطوات فيها. البيئه الفئه الثانيه مستثمر محتاج يضمن ان فلوسه لما تكون موجوده هتترد له ومش هتتصدر منه، بل بالعكس هيربح بيها. عندنا مناطق كتيره جدا، احنا دايما مركزين على مناطق الشرق في الاستثمار، شرم الشيخ، سينا، كذا كذا. طب ما تتجه للغرب، انت جيت لما فلوب الغرب والجنوب، يقول الجنوب شويه مواردها محدوده، انما احنا عندنا مناطق في الغرب. يعني انت عملت الساحل الشمالي استثمارات بمليارات الجنيهات او الدولارات كمان، ولكن الاستثمارات كلها ميت، مجرد عقارات ميت. طيب ما تستثمر، تستخدم 3 شهور بس في السنه، عندك عندك شواطئ، عندك شواطئ تقدر تستثمر في الصيد، عندك مناطق زراعيه في وجه بحري
يعني شيء رائع ان انت تستثمر فيها زراعيا وصناعيا. حديث عن الاستثمار، لما يكون في عنوان زي عنوان المصري اليوم: الحكومه تناقش تسهيلات جديده للاستثمار بمليون فدان، 25 شركه سعوديه تطلب 300,000 فدان، وهلال اللي مش هيحل مشاكل الاستثمار هشيله. لما ياريت تكون التصريحات بهذا القدر من الحسم، حضرتك شايف ان ده ممكن يغير الواقع؟ يعني اذا استمرت على مستوى تصريحات يبقى مش هنغير حاجه، انما اذا تم ترجمه التصريحات دي لامر عملي. وبمناسبه السعوديين، يعني احنا في مستثمر سعودي فعلا بدا في مشروع عندنا في 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 بلدي اللي هي رشيد. ده من الحاجات اللي انا دايما بدعو ليها، مناطق جديده للاستثمار. انت هيعمل عن القاهره واسكندريه، ابعد عن القاهره واسكندريه وشرم الشيخ، ما عندك مناطق تانية. يعني احنا عندنا في بلدنا عندنا بحر، احنا على البحر، مصب النيل، عندنا لقاء البحر بالنيل اللي هي دي ظاهره عالميه غير موجوده. ليه ما تستثمرش دي سياحيه؟ تعال انت دلوقتي يقول يجي مستثمر يقول عايز استثمر، شوف كميه التعقيدات. عندنا مناطق زراعيه بتزرع كل شيء، لماذا لا تصنع صناعه المراكب الصيد؟ وبالتالي دي اندثرت. للاسف 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 انت عندك، يعني انا من الحاجات اللي كنت دايما بحلم بيها ان احنا نعمل. انت دلوقتي لما بتيجي محطات التمويل اللوجستي للبواخر ومرافق اليخوت في الميه الدافئه، بتاخدها بلاد تانيه ما عندهاش اي امكانيات زي اللي عندنا. طب ما انت عندك اهو. يعني انا بدعو اي بدعو مسؤولين اللي هم ناسيين مناطق زي منطقه، انا بتكلم عن رشيد لانها بلدي ولاني عارف كل حته فيها. فانا بدعو اي مسؤول عايز استثمار يروح البلد دي ويشوف كميه المشروعات اللي ممكن. احنا عاملين زي الارض البكر، عاملين زي امريكا كده اول ما اكتشفوه، فيها كل حاجه ولكن لا يتم تدوير. استاذ محمود، فنتمنى ان الناس تتكلم عن رشيد. وانا من بورسعيد برضو، يعني احنا كنا عاملين مينا يخوت في مشروع بقاله اكتر من 10 سنين ولغايه دلوقتي ما اتعملش في حاجه. تمام. مع ان بورسعيد يعني هي ملتقى الشرق والغرب ومطل على ثلاث قارات زي ما بيقولوا، افريقيا واسيا واوروبا. شوف كميه العمله الصعبه والموارد الدولاريه اللي هتدخل لو عملنا مرفق الخوت بس. بل بالعكس دلوقتي الناس عندنا هناك، يعني دي برضو من احد المشاكل ونتمنى ان احنا نطرحها على مجلس الوزراء. الناس هناك في بورسعيد دلوقتي خلاص ما فيش استيراد، لان التعريفات الجمركيه الجديدة يعني هتخرب بيت الناس اللي داخله، وفي نفس الوقت ما حدش هيجي يشتري. البنطلون هيبقى ب 700 جنيه والقميص هيبقى ب 1000 جنيه، يبقى استفدنا ايه؟ ما انا بقول لحضرتك دي برضه احد التشريعات لما بنتكلم على التشريعات وتنويع تنويع سلة الاستثمارات وتنويع اماكن الاستثمار. ده يا جماعه ده بالفعل الحاجه الوحيده اللي هتقدر تخلي مصر تعبر، ان انت توفر مناطق جديدة للاستثمار، مناطق بكر. يعني بلدنا ما فيهاش مصنع واحد، يعني رشيد دي كل الامكانيات اللي فيها ما فيهاش مصنع واحد. ممكن تعمل مصنع للمنتجات الزراعية، للاسماك، مصانع، يعني عندك اراضي وعندك ناس، عندك قوة بشرية وعندك اماكن للاستثمار. ايه اللي ما يخلكش تحط بلد زي دي على خريطة استثمارية؟ بس الاداة الاساسية للانتاج يا فندم، خلينا البشر بقدر ما طبعا البشر، عنصر البشر ده اساسي ولا غنى عنه. طيب. لكن بقدر ما كل اللي احنا بنقوله ده مهم جدا، للاسف يمكن من ضمن مشكلاتنا احنا لا نتعامل كمنظومه، بناخد كل حاجه على حده، كل حاجه لوحدها على جنب. الطاقه مثلا، الطاقه احنا عندنا ازمه محليه في الطاقه. طيب. لسه العنوان اهو في المصري اليوم قدامي. تمام. ازمه تمام. الطاقه، زحام السولار ينضم الى طوابير البوتاجاز وغيرها مشكلات. تمام. تحديات عالميه ايضا مش مقصوره على مصر. ويطلع ونيجي دلوقتي نتكلم مثلا دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بيقول ده مقتطف من جريده الاخبار، 15 مشروع طاقه امام المؤتمر الاقتصادي استثماراتها 40 مليار دولار. طيب. ايه الضامن بقى ان احنا نقدر نفي وبعدين بهذه الالتزامات؟ وبعدين يجي يطلع احد المسؤولين يقول ان الاشاعات هي اللي سبب ازمه السولار. يعني لازم يكون في مصداقيه. لغايه دلوقتي ما خليني حاجه قبل ما انسى، في موضوع الاستثمار. انت عارفه حضرتك لما بتتكلمي عن الطاقه البشريه، عارفه لو حليتي مشكله الاستثمار باستخدام الطاقه البشريه العامله المهنيه المدربه الراغبه في العمل، هتقدري انك انت، يعني انا دايما كان ليا كده مقوله الناس بتتندر بيها، ان محاربه الارهاب تبدا من رشيد. فبيقولوا لي ازاي؟ قلت لهم انتوا يا رشيد دي نموذج لبلد فيها مجموعه من الشباب مش لاقي شغل، مش حاسس انه له دور في المجتمع، مش حاسس ان مصر بلد، وكله بيهرب على اوروبا دلوقتي. طب شغل الناس دي وزيهم في كل البلاد، وشوف مساحه قد كده لقدم ارهابي في هذه البلد العظيمه. على ان المشكله مش سهله يا استاذ محمود. بمعنى احنا لما بنتكلم دلوقتي عن الموضوع ده، احنا المشكله بس مش في العماله،
المشكله مش بس في البطاله، المشكله ان عندك لازم تعالج التعليم، منظومه التعليم، التعليم المدرسي والتعليم الجامعي. انت حضرتك التعليم الفني كل ده تمام. في ناس مثلا في احجام على التحقيق بكليات الزراعه تمام. لان اللي بيتخرج بيلاقي ما بيشتغلش. احنا بلد زراعي، ما فيش دراسه. ما انا اقول لحضرتك ليه المتطلبات سوق العمل، احنا عايزين ايه وعلى انا اقول لحضرتك ليه الناس كلها عايزه تطلع مهندسين ودكاتره. طيب وما بيطلعوش، ما بيطلعوش. تعالي شوفي موضوع الزراعه ده، احنا المفروض لو مصر تدرك تاريخها في الزراعه كانت هي فعلا البلد الاولى في العالم تطورا. تعالي شوفي حال الفلاح دلوقتي عندنا، حال الفلاح منتهى البؤس. ليه؟ ادوات الانتاج مش متوفره، التسويق طبعا بي بي بيعمل البضاعه بيزرع وبعد كده ما بيعرفش يسوق، لدرجه ان في ناس بتسيب المحاصيل في الارض، يقول لك انا لما اخدها بيعها هتكلفني اكتر، فخليها اسماد للارض. تعالي شوفي بيصرف كام على الزرعه وبيقبض منها كام. طبعا تمام طبعاً. تعالي حضرتك في ديون، في ديون، وان يعني كان من الاشياء الايجابيه ان سمعنا ان في اسقاط للديون او جدوله للديون. ما دي الديون اللي في البنوك، انما خدي عندك البنوك لاصحاب تجار الجمله اللي هم اصحاب الوكالات اللي هي مش وكالات الانباء بقى، لا وكالات الخضار والفاكهه. تعالي شوفي كميه الديون اللي عند الفلاحين للناس دي، بسبب ان الدوله مش طرف في الموضوع وما بتساعدش الفلاح على ان هو ينهض. ده حتى السمان الحاجه اللي المفروض تديها له بالظبط للاسف بتتباع في السوق السوداء، بتتباع في السوق السوداء. فحضرتك كلها دايره واحده، دايره مغلقه. حليتي مشكله، قولي التعليم والحاجات دي محتاجه خطه بعيده المدى، انما خلينا نبدا نجيب مستثمرين يشتغلوا، يشغلوا الشباب، بعد كده الشباب هو لما يلاقي نفسه في سوق العمل هيبدا يتعلم زياده، هيبدا يطور نفسه. طيب استاذ محمود برضو فكره تشغيل الشباب، يعني احنا كنا مع الخبير الاقتصادي دكتور احمد رؤوف كان قبل حضرتك تمام. كنا بنتكلم ان دول العالم كلها بتعتمد 70% من اقتصادها على المشروعات الصغيره والمتوسطه تمام. مش لازم الدوله تدخل تعمل مشروع كبير عشان الناس تمام. تشتغل الافكار تمام. دي ما عادتش موجوده تمام. اساعد الناس ان هي تعمل مشاريع الشباب بدل ما بيهرب لاوروبا. يعني انت في قرى اكيد الاستاذ محمود عارف في قرى كل عائلاتها بتشتغل في اوروبا كامله كامله، بياخد اخوه بياخد ابن عمه وبياخد ويرجع كاملة. الفلوس بيشتروا بيها اراضي والدنيا بتغلى. مش بس كده الموضوع كمان ممكن يكون اكبر من كده، هجره العقول والعقول الى الخارج يعني صحيح. ودعم البحث العلمي. احنا هندخل وخدي خدي بالك، يعني احنا كل الامور دي حلها بسيط جدا. نبدا بالانسان، خد الشباب اللي عندك، شوف اعمل قاعده بيانات للشباب وشوف كل شاب يقدر يشتغل. ولا العلم الشباب ممكن يشتغل في اي حاجه، يعني مساله ان هو خد هندسه ولا خد طب ولا اذا لقى فرصه عمل جيده تحترم ادميته وتمنحه دور حقيقي في بناء الوطن ويشعر انه ركن رهيب في هذا الوطن، تاكد ان هو هيشتغل. انت ابدا بسحب الاستثمارات دي في مناخات امنه، يعني البلاد اللي بتكلم عليها دي بعيده تماما عن اي قلق سواء، وحتى ما فيهاش زحمه مرور، ما فيهاش مشاكل اقتصاديه كبيره، وابدا بده وشوف المسألة. يعني في خلال سنة أو اتنين هتقدر تقضي على جزء كبير جدا من مشاكلنا. انت لما بتشغل شاب بتديله فرصة للحياة، يقدر يفتح بيت، يقدر يتجوز فتقضي على مسألة العنوسة، يقدر يستغل وقته فتقضي على مسألة الفراغ اللي بتولد كوارث طبعا. لأن الناس اللي هي عندها فراغ بتبقى عندها مشاكل كتير، فالمجتمع بيحصل فيه انفجارات داخلية. طيب خلينا ننقل الملف، هو برضو مرتبط أكيد ب الانفجارات اللي احنا كنا بنتكلم عنها، الانفجارات الامنيه تمام. ففي الشروق احباط هجوم انتحاري كبير في سيناء، وطبعا كنا عارفين امبارح الشرطه بتقتل ارهابيا حاول اقتحام معسكر قوات الامن بالعريش، وبيت المقدس بتتبنى العمليه، مصر اربع ارهابيين بالقليوبيه والفيوم، وتفجير قنبله امام محكمه مصر الجديده، وخط غاز بالبدرشين ومحول كهرباء بالعش. اكيد طبعا يعني احنا شاهدنا في الاسبوع اللي فات تغيير وزير الداخليه. وزير الداخليه الجديد اكيد قدامه يعني مهمة صعبة مش هننكر، وطبعا كل الوقت مشغول في مؤتمر شرم الشيخ، لكن فكرة ان هل الداخلية محتاجة برضو للتطوير علشان تقدر تتعامل تطوير فكري وعقلي وتطوير في المخططات وكده عشان تتعامل مع هذه المنظومة الإرهابية؟ شوف هو من الخطأ ان احنا ننتظر حل أمني فقط لما يحدث. صح. احنا في أول الكلام أنا قلت لك إن مكافحة الإرهاب تبدأ من تشغيل الشباب. هي كده. أنا ليا تجربة كبيرة جدا في العراق، كنت مدير مكتب الوكالة هناك وشفت إزاي تم القضاء على تنظيم القاعدة للدرجة التي كان يمكن أن ينتهي هذا التنظيم تماما. من خلال إيه؟ من خلال التكاتف بين الشعب وبين الدولة. لما الشعب وثق في الدولة أصبح الجزء الأساسي لمحاربة الإرهاب. الإرهابي ده مش جاي من فوق ببرشلونة.
شرطة تانية، لا ده بيقعد في مكان بيسكن بياكل بيشرب بيتحرك بين الناس، بتتوفر له مواد لتنفيذ تلك العمليات. لو الشعب عنده الوعي الكافي اللي يقدر بيه يعرف إذا كان ده شخص عادي ولا لا، صدقني أول طريقة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه تماما خاصة في المجتمعات العمرانية سواء الريفية أو الحضرية هي الناس. الناس تحس إن دي بلدها، والناس حاسين بكده فعلا. محتاجين جزء من التنمية، جزء من الوعي، جزء من إنك أنت شريك أساسي في محاربة الإرهاب، وإن القضية ليست صراع بين قوات الأمن والإرهابيين، إنما القضية صراع وجود بين الدولة المصرية بكل عناصرها ومكوناتها و هذا البؤس الذي حل علينا من كل مكان. عند هذا الحد فقط تستطيع أن تحارب الإرهاب. أما وضع المسألة في خندق ضيق جدا وفي خانة ضيقة جدا اللي هي خانة الأمن، تغيير وزير ولا مسألة منظومة متكاملة، منظومة متكاملة بين الدولة وبين الشعب وضد الإرهاب. بالتأكيد وزارة الداخلية إذا كان التطوير بمعنى حسن التعامل مع الناس، أنا بقول إن في تطور ولكن تطور غير ملحوظ. هناك ما زالت مخالفات ترتكب، هناك ما زالت تجاوزات ترتكب، هناك ما زال البعض يعتقد أنه مسؤول أمني فإذا هو فوق الجميع. الثقافة لم تتغير بالشكل الكافي. إذا تغيرت هذه الثقافة وأصبحت هناك لحمة بين، شوف كان الشعار الجميل أو الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة، المسألة مش شعار يا جماعة، المسألة فعلا لازم نكون كده عشان نقدر نحارب العدو. هو عدونا كلنا، لأن اللي بيقتل ما بيقتلش عسكري شرطة ولا جيش. زي ما حضرتك بتقول، وإضافة يعني مني، الفقر والجهل والانقسام هما دول التربة الخصبة للإرهاب. يعني شوفي لو القضاء عليهم بتأكيد. خدي بالك، أنا أقول لحضرتك حاجة سريعا جدا بعد إذنك. لم يعرف عنا تاريخيا أن احنا شعب غني، طول عمرنا فقراء، طول عمر الشعب المصري فقير. ولكن القضية في ايه؟ القضية في انك انت الفقر ما يبقاش عامل مساعد على الهروب من الوطن والعمل ضد الوطن، وانما بالعكس الفقر ده يكون عامل ايجابي يعني ان انت عايز تنتمي للوطن عشان يديك الوطن تقوم تصبح تعيش مستور على الاقل. هي دي الطريقة الوحيدة لمكافحة الإرهاب. استاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط، بنشكر حضرتك على هذه الفقرة الصحفية. نرجع لحديث الأرقام، وإن كان ليس بعيد عن المؤتمر الاقتصادي اللي احنا ومنتظرينه بفروغ الصبر، حديث الأرقام وساحة المال والأعمال والاقتصاد، وهذه الجولة مع الزميلة حنان الخولي. صباح الخير. صباح الخير يا حنان.